تدفعوش حاجة. أجار ما فيه. ماشي؟ لحتى لما تشتغلوا. طب والمكتب؟ هجي بعد إذنك على المكتب لو قال لنا. المكتب لا ترد عليه. ولا ترد على أي مكتب ولا يجيك المندوب. إذا جاك المندوب هني. قل له صاحب الملك. قال له لا تدفعون أجار. زاد خلاص من هالحين ما تدفع الأجار. ماشي حبيبي. ها يا مرحبا فيكم. في احد عندك كلام بيقول؟ تكلم كلام شيء؟ لا هو بيجي ناقصكم شيء؟ لا هو واحد يوم واحد يوم اثنين بيجي يلمنا جوار الحارس اللي هو حسين المندوب مال المكتب. اذا جاكم ولا شيء لا تدفعوا نجار. طب نقول له من حضرتك اللي جانا يعني؟ عيد ثامر العاصم. خلاص ماشي عم. ماشي. قول له اجار ما في. لا حد تشتغلون وتتوظفون لو بعد سنة بعد شهر بعد شهرين من ربك سبحانه وتعالى يفك الأزمة. الله يخليك. والله هذا بعد كده مش هنفع اجار لما انت تقول. وقاليت الناس كلهم اللي عندهم عمارات وعندهم بيوت ياخذوا حذونا. لان هذول ناس غلابة. مساكين. ما يقدرش يدفع فلوس شغل ما فيه وظيفة ما فيه. أنا وريني دوم فلاشين والله. ها؟ أنا وريني دوم فلاشين. لا تدفعون أجار. واللي فيه سكن فاضي خلوا فيه ناس تجي وتسكن فيه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا عم والله. أي خدمة. أنت اللي هذا أمر من فهد أبو عبد العزيز. وفجر السعيد الله يطول عمرهم اللي يدلون على الخير. ماشي حبيبي. لا تدفعون أجار. إذا جاكم المندوب قولوا له ما ندفع أجار. راجع صاحب المكتب صاحب البيت. ماشي. الله يعطيكم العافية. ربنا إن شاء الله يفك المحنة عنه. أمين يا رب. إن شاء الله بإذن الله. وما تضيق إلا تنفرد. والفلوس اللي بأخذها منكم مش حتغليني. ربنا اللي يغليك حبيب. مشكورين يا حبيب.